هذا فيه رجل في هالجزيرة العربية كان في أول شبابه، شباب من عرض الشباب، وكبر وصار له شهرة وصار له فروسية وصار له شجاعة وصار له ذكر، وهو أنا بقول اسمه من رجل قديم اسمه عجير بن مهرس الشلوية والحارث من قبيلة بالحارث. ونعم قيل أنه نشأ يتيم في إسرة في بيوت في بادية، وعندما وصل عمر 13 رأى روية، كان عندهم في العرب أو في الفريد امرأة كبيرة سن، يعني عمرها بعد 60، يعني كبيرة في السن، فرأى روية أنك اسمها حشرة، المرأة هذه اسمها حشرة، فجاء روية قال تزوج حشرة، فولد عمر 13 سنة. الروية ما عجبته فسكت ما علمها. جاء الأسبوع الثاني جت الرؤيا تجوز حشرة، فسكت، كيف تزوج حشرة عمرها أكثر من 60 وأنا عمري 13 سنة، فسكت، استحى وقال دواهي الليل. فجاء الأسبوع الثالث فجت الرؤيا تجوز حشرة، قال ما عاد يصبر على كلام، لازم أشوف لي طريق. فراح ممكن الشخص عنده امرأة كبيرة في السن، قال أنا اللي 3 أسابيع يجيني رؤيا تزوج حشرة، وحشرة هذه حرمة عمرها أكثر من 60 سنة. قالت لا، حشرة مش الحرمة والعجوزة وكبيرة السن، حشرة بندق، تشتري بندق وتحشر بها القوم وتحشر بها. قرع أنا ولد ما عندي فلوس وفقير وصغير سن، قال تدبر نفسك. يقول فراح الواحد ما عرف لأبوه وخذ منه مبلغ بسيط يمكن 100 ريال، فنزل مكة فشرى له صمعة بندق، يقول لها صمعة كالحين الله الله الصمعة أي صمعة، فشرى له بندق وجاء وشرى له حزام وشرى له رصاص واحتزم وعمره 13 سنة وبندقه. فطلع طلعه الولد حتى يوم وصل الرجل تضربها الأمثال، يعني بفروسيته وشجاعته وأخلاقه وأدبه وضمن أعيان قبيلته. فكان لهم جيران من عتيبة ومن المراشدة من عتيبة، في واحد اسمه دليم الطر، هذا رجل مشهور بعد، فالهبيات فيه يعني كدليل على حشرة. أي نعم. فيقول الأبيات لعلني حافظها، يقول يا هلا النظاسير وعسفا لكم خير، لينني اخذ مزه وتعميره، كان انكم يم الشلاوه معايير، تحملوا للبر شره وخيره، اخاف من حشره من الصبح، اخاف من حشره من الصبح وعجير، هذا مقتول، اخاف من حشره من الصبح وعجير، هذه مقتوله وهذه كسيره، ان كان قابلكم صبيه المخاسير ضاقت بكم ريعان كل الجزيره. وهذا قصد بعد ما بلغ رشده عجير، قصد فيه لفلسيته وشجاعته ما شاء الله، والسبب الرؤيا وسلامتك ما شاء الله، الرؤيا وحسن التنشئة والتربية. نعم.